كسر. نعم الكلمه غير صحيحه او كسر ليش في اخر الدرس قال ذلك والله تعالى اعلم واعلم من باب التاكيد على ما يفعل مع النفس، لانه يتحدث عن حمايه النفس بصفه عامه، يتحدث عن حمايه نفسه، فاراد ان يجذب كل فعل الى نفسه. فانه من المعلوم لدينا انه لو كسر رجل غيره ليس هناك مشكله، لكن قوله كسر رجل نفسه هو من باب التاكيد المعنى، استخدم كلمه النفس والعين، كسر رجل عينه او رجل نفسه بالنفس او بالعين اسمه كذا مع ضمير طابق المؤكده. فانا عندي كلمه النفس وعندي ضمير هو الهاء تطابق المؤكد. فهمتم؟ في الناحيه اللغويه كسر رجل نفسه، فالنفس ها هنا تاكيد معنوي للرجل يؤكد انه منه هو، وارتبط بضمير يعود على الشيء المؤكد. ما قال كسر هذا رجله؟ لانه اراد ان يؤكد، لو قال كسر رجله لما كان بذلك تاكيد. اما ها هنا من باب التاكيد زياده والابعاد عن التاكيد، العرب تضع العين تضع النفس او تكرر الكلمه من باب التاكيد. رايت الرجل الذي عين. نعم. أو عينه أو عينه أو لا نفسه وهكذا، فلا حرج في هذا. فكسر رجل نفسه مثلا.